شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك حديث شريف مروي عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذا الحديث: لا نعمة أفضل من التوفيق. في المجتمع الذي نعيش فيه نشاهد أفرادا موفقين، التوفيق له مجالات كثيرة، هنالك أفراد يوفقون في العبادة. أنا أعرف بعض الشباب يصومون هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. طيلة معرفتي بهم كانوا يصومون هذه الأشهر وهم شباب مثلكم، هذا توفيق في العبادة. كان في قوم رجل يقال له الشيخ مرتضى الحائري، هذا كان من عشاق زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، وفي كل عطلة كان يروح إلى مشهد. نقلوا أنه وفق في خلال حياته مع صعوبة وضعه وفق إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه 68 مرة. المحدث القمي مؤلف المفاتيح كاتبين في أحواله على ما أتذكر أنه في طوال أيام العام، صيفا شتاء حرا بردا، كان ينهض قبل أذان الفجر بساعتين أو بساعة واحدة، ويظل في حالة تعبد وتهجد إلى أذان الفجر. هذا توفيق في العبادة. أكو هنالك أفراد موفقون في التأليف،
العلامة الحلي رحمه الله من نوادر التاريخ ذكروا في أحواله أنه ألف 1000 كتاب. الآن التاريخ يمر 1400 عام، كم واحد عندنا من المؤلفين وفقوا لأن يؤلفوا 1000 كتاب؟ لعله لا يمكن أن يعد على أصابع اليد الواحدة. توفيق. التوفيق في التأسيس، أكو بعض الأفراد موفقون في تأسيس المؤسسات. كان أكو فد واحد في مشهد يبيع سماور. سماور أخو تدرون يعني شنو؟ هذا الشيء اللي يصنع فيه الشاي هنا متداول في إيران. هذا شغله كان. هذا الله سبحانه وتعالى وفقه في حياته إلى أن يبني 14 حسينية باسم المعصومين 14. هذا التوفيق. هذه أشكال مختلفة من التوفيق. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه طبق هذه الرواية يقول لا نعمة أفضل من التوفيق. أفضل نعمة هي التوفيق. أفضل طلب تطلبونه من الإمام الرضا ومن كريمة أهل البيت وأنتم ضيوفه، ضيوف كرام، نعمة التوفيق. ما هي عوامل التوفيق؟ ليش واحد موفق واحد مو موفق؟ أنا على نحو الاختصار أذكر لكم مجموعة من العوامل على نحو الاختصار. هذه العوامل بعضها عوامل غيبية وبعضها عوامل طبيعية. العامل الأول عدم الذنب. العامل الثاني عدم التفكير في الذنب. العامل الثالث عدم تصور الذنب. الصور الذهنية هذه خطيرة جدا. تعلمون لماذا؟ هاي الفضائيات الهابطة تخلق صور هابطة. القلب خالي، وإذا بالفضائيات الهابطة الكتب الهابطة تملأ هذا القلب بصور هابطة. هذه الصور الذهنية خطيرة جدا. لا تقولون هذه الصورة ذهنية، هذا مو عمل، هذا مو واقع خارجي. الصورة الذهنية تصور الذنب ينتهي إلى التفكير في الذنب، والتفكير في الذنب يؤدي إلى شنو؟ ارتكاب الذنب. اليوم كنت أقرأ تقرير يقول إن نسبة الطلاق في بلد من بلداننا، ما أذكر ذلك البلد، ارتفعت جدا، ارتفاع هائل. ليش؟ من العوامل المهمة شبكة الإنترنت. الشاب يروح إلى شبكة الإنترنت يشوف مناظر لا ينبغي أن ينظر إليها، يتحدث مع أفراد لا ينبغي أن يتحدث إليهم. هذه الصور الذهنية تخلق توتر في العائلة، وإذا بالرجل متوتر وإذا بالمرأة متوترة، وتنتهي القضية إلى الطلاق. هذه الأشياء تأخذ التوفيق، تسلب التوفيق. العامل الأول عدم الذنب. العامل الثاني عدم التفكير في الذنب.
العامل الثالث عدم تصور الذنب. التصور من الأشياء اللي تبعد التوفيق، هذا العامل الثالث. العامل الرابع من عوامل التوفيق عدم الانغمار في الدنيا المحللة. الانغمار في الدنيا وإن كانت محللة تبعد التوفيق. إذا واحد بالليل أكل طعاما لذيذا وشبع من الطعام، يتمكن يقوم إلى صلاة الليل؟ يقوم لو ما يقوم؟ ما يقوم، ما يتمكن. أما إذا أكل طعام خفيف يقوم لصلاة الليل. إذا واحد أكل عشاء وأتخم وقرأ ليلة الجمعة دعاء كميل، يشعر بالتفاعل ويا دعاء كميل. واحد متخم تجي لحالة الضراعة وحالة الخشوع وحالة الخضوع؟ لا. أبغض بطن إلى الله سبحانه وتعالى بطن مملوء. أما عندنا راجعوا في الكتب صلاة الجائع. تدرون بالعالم الآن أكو ملايين الجائعين، إحنا الآن غارقون في النعم. جائع، واحد جائع يومين ثلاث أيام ما ماكل شيء. عندنا صلاة في الفقه صلاة الجائع، يصلي لله سبحانه وتعالى لكي يشبعه. الجائع كيف يصلي؟ الغريق كيف يدعو الله سبحانه وتعالى؟ الانغمار في الدنيا المحللة يسلب التوفيق، هذا العامل الرابع. عدم الانغمار في الدنيا المحللة. العامل الخامس وأوصي الشباب بذلك بر الوالدين. بر الوالدين من العوامل المهمة في التوفيق. تدرون دعاء واحد يدعو الأب لكم إيش قد إلى قيمة؟ دعاء واحد الأم تدعوه لكم إيش قد إلى قيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ الأم حطمت كيانها لأجلنا، الأم دمرت نفسها وأعصابها وكيانها لأجل هذا الطفل، لأجل هذا الجنين. الأم هواية إلها حق، وحق الأم أكبر من حق الأب بكثير. دعاء الأب، دعاء الأم، خدمة الأب، خدمة الأم من عوامل التوفيق المهمة. هذا هو العامل الخامس. أحد الشباب يقول ليلة من الليالي كنت أريد أن أدخل غرفتي وإذا بأسمع سعال يأتي من الغرفة المجاورة. سعال والده كان مريض، فيقول أنا فكرت أدخل في الغرفة، ما أدخل في هذا الوقت من الليل، كان منهك. قلت لا، فذهبت إلى المطبخ وهيأت له الدواء، وذهبت إلى والدي وأعطيته هذا الدواء. يقول والدي شرب الدواء وارتاح وهدأ. يقول بعد ما أعطيت والدي الدواء شعرت برغبة في صلاة الليل. نفس اللحظة ذيك الليلة صلي صلاة الليل. يقول الآن ماضي على ما أتذكر أكثر من 20 عام وأنا لم أترك صلاة الليل. هو ذاك الموقف لوالده، أمام والده، خدمة الوالدين، احترام الوالدين، الاهتمام بشؤون الوالدين، بالذات عندما يأخذ الضعف منهما كل ما أخذ. شايفين عجلات السيارات؟
هاي تحتك بالشارع احتكاك، النتيجة شنو؟ تتآكل هاي العجلة. هذا الأب المسكين والأم المسكينة 70 عام محتك بالحياة، بمشكلات الحياة، بدنه ضعيف، أعصابه ضعيفة، تحمله قليل. الأبناء لازم يتحملون آبائهم وأمهاتهم، يخدموهم برغبة مو بانقباض وبكفهرار، لا، بشوق برغبة. هذا من عوامل التوفيق في الدنيا والآخرة. هذا العامل الخامس من عوامل التوفيق. العامل السادس وأختصر، الدعاء إلى الله سبحانه. واحد يطلب من الله أن يجعله موفقا. العامل السابع الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم، وبالذات بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الارتباط بإمام زماننا هذا جدا مهم. كم رقية عندنا؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه له بنات متعددات، لكن رقية لها شأن معين. كم مليون واحد يروحون إلى مقام رقية صلوات الله عليها من 1400 عام إلى هذا اليوم؟ كم مليون رايحين؟ ما ندري، عشرات الملايين، مئات الملايين. إلى يوم القيامة كم واحد يروح إلى مقام رقية صلوات الله عليها؟ لماذا الله أعطاها هذا المقام؟ بعض العلماء يقولون لارتباطها الشديد بإمام زمانها، الإمام الحسين صلوات الله عليه. منو الآن إمام زماننا؟ الإمام المهدي. الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه جدا مهم. من عوامل التوفيق أن تعيشوا مع الموفقين، لا تعيشون ويا الأفراد غير الموفقين إلا بقدر الضرورة. أكو هنالك أفراد موفقين، أكو أفراد إيجابيين يقولون نعم يشجعونكم يدفعونكم، وأكو أفراد سلبيين كل يقولون لا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الروح الإيجابية تأثر فيكم، الروح السلبية تأثر فيكم. أكو فالتقرير الآن ما أريد أذكر تفصيله، حتى الماء قولوا له كلمة إيجاب يأثر في إيجابا، وهاي الذرات الصغيرة اللي فيه تتخذ أشكال لطيفة جدا كأشكال الثريات. هاي الذرات تحت المجهر يتبين. قولوا للماء كلمة مثبطة وإذا بهذه الذرات تتحول إلى أشكال بشعة. أكو تقرير علمي مطول حول ذلك. حتى الماء يتأثر بالتشجيع وبالتثبيط، بالكلمة الطيبة وبالكلمة الخبيثة. وإحنا مكونين من ماذا؟ من ماء. كم من بدننا ماء؟ بدننا شقد منا ماء؟ 3/4 تقريبا ماء تقريبا. انتوا قولوا كلمة طيبة هذا يأثر في كيانكم، إذا واحد قال كلمة خبيثة يأثر في كيانه. عيشوا مع الإيجابيين، هاي من عوامل التوفيق. مطالعة تاريخ الموفقين من عوامل التوفيق. التصميم على أن يكون الفرد موفقا هذا أيضا من عوامل التوفيق. أكو بعض الأفراد في الحياة لا لون لهم ولا طعم لهم ولا رائحة، أي أثر ما إله، إذا غاب لم يفتقر، أثر ما إله، وإذا حضر ما حد يفرح بحضوره. خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. بعض الأفراد ما لهم أثر بالمجتمع، وبعض الأفراد وجودهم خير بركة، الناس يحبوهم يبحثون عنهم،
يتلهفون إليه. واحد يصمم على أن يكون موفقا في الحياة. أنقل لكم قضية صغيرة وأختم الموضوع. كان أكو رجل يبيع المجوهرات، هذا الرجل أولاد ما كان عنده، أكو بعض العوائل ما عندهم أولاد، طبعا هذه الحالة قابلة للتغيير بالدعاء والتضرع. عندنا كثير من القضايا أنه عائلة أفراد ما عندهم أولاد، ما عندهم، الأطباء قالوا العلاج مو ممكن، ولكن بالدعاء حلت المشكلة. وايه قضايا عندنا. هذا الرجل أولاد ما كان عنده. في يوم من الأيام خاطب الله سبحانه وتعالى، قال يا الله أنا أولاد ما عندي، وأنا أنتهي، الفرد اللي ما عنده أولاد ينتهي، أكو فت خط من آدم، من أبينا آدم ممتد عبر ألوف الأعوام إلى هذا، بموت هذا ينتهي ذلك الخط، ذرية بعد ما عنده، أنا أولاد ما عندي، بقاء بالأولاد ما عندي، فألهمني عملا لأبقى في ذلك العمل. العمل يبقيك. الآن أنتوا إلى أي بلد تروحون؟ من هم الباقون اللي إلهم أثر؟ في قوم تسمعون باسم مسجد الأعظم، منو بناه؟ المرجع البروجردي، باقي بهذا العمل. عندما تروحون إلى مشهد مسجد جوهرشاد، جوهرشاد منو هي؟ امرية، ضمن ألوف نساء كلهم راحوا، لكن جوهرشاد بقيت بمسجد جوهرشاد. قال يا الله ألهمني عمل أبقى بذلك العمل. الله تعالى ألهم هذا الرجل أن يؤلف كتابا، طبعا مو شغله، ولكن ألهم، فألف كتابا في الدعاء. الآن في كثير من البلدان أنتم تذهبون هذا كتابه موجود، وهذا الرجل الكاسب باق ببقاء هذا الكتاب. تصميم الفرد على أن يكون موفقا من عوامل التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لذلك، وأن ترجعوا من هذه السفرة بخير الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت أفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.